بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم عندنا تجربة جديدة، هي تجربة مولد المنفصل التغذية. نحاول ندرس خصائص هذه الآلة باستخدام أحمال كهربائية. يعني حنشغل الآلة كدي سي جنراتور، دي سي شنت جنراتور أو مولد توازي مع أحمال. إحنا عندنا نقدر نضيف الأحمال هذه، يا إما إنها تكون مقاومة عادية زي ما تعودنا في التجارب السابقة ونغير هنا مقاومة متغيرة، أو إننا نستخدم أحمال حقيقية زي إيش اللمبات، أو ممكن يكون أي أجهزة في الحياة العملية. طبعاً حد أنا أعطي فكرة فقط على اللمبات كيف هتتوصل مع المولد، بس قبل ما نسوي هذا الكلام زي ما قلت لكم في الجزء النظري اللي شرحنا كيف حنوصل الآلة كديسي جنيريتور بس توازي أو شنت توازي. يعني لو تقرب شوية بس هنا الطرف المنتج الأربيتشر A1 A2 يجب انها تكون تتوصل باطراف ملفات المجال F1 و F2 عشان يصيرون على التوازي. فكيف نوصلهم؟ الطرف A1 حيتوصل مع الطرف F1، فهذا الطرف الاول للمنتج حيتوصل مع الطرف الاول للمجال، والطرف الثاني للارميتشر او المنتج حيتوصل ايضا مع الطرف الثاني للمجال او الفيلد. كذا انت الآلة شغلتها او وصلتها كتوصيل مولد توازي دي سي شنت جنريتور بدون ما يكون عندنا اي احمال. اذا شغلناها نقدر نقيس الاوبن سيركت او الجهد المفتوح بدون ما يكون عندنا اي حمل، وهذا سويناه الاسبوع الماضي. حقيقة الاسبوع هذا نحاول نشغل الآلة مع احمال. وعشان ندرس خصائص هذه الآلة، إذا تقرب شوية من الرسم هنا لو تلاحظ هنا هذه الآلة جنريتور، هذه الأطراف F1 F2 A1 A2 هنا نسميها B1 B2 نفس الشيء، حتتوصل مع ملفات المجال F1 F2 أو E1 E2 نفس الشيء. حنقيس خصائص الحمل، حنقيس الجهد VL للحمل ونقيس التيار IL للحمل ونشوف العلاقة بينهم عند سرعتين مختلفة. عند سرعة أول شيء 1500 RPM، بعدين حنرفع إلى الريتد سبيد أو السرعة المقننة حق الآلة اللي هي 2000 RPM. فكل اللي حنسويه الآن حنوصل مع الآلة أحمال كهربائية، حنفترض إنها في هذه الحالة اللمبات. فالشيء الأول بنشبكه اللي هو جهاز الأميتر، وجهاز الأميتر حيقرأ لنا التيار IL اللي طالع من الآلة عشان يغذي الأحمال أو مجموعة اللمبات. فهذا الطرف A1 حيروح مثلا للطرف الأميتر على 10 أمبير، ثم حنطلع من الأميتر من الكم. طبعا لو عكسنا ما في خلاف حتظهر إشارة سالبة في القراءة، ثم هنشبك على الطرف. طبعا اللمبات هذه الست كلها متوصلة على التوازي، وحنطلع من الطرف الثاني للحمل، هذا الطرف الثاني للحمل، حنرجع على الجنريتور على الـ A2، وكذا يكون احنا عندنا جهاز يقرأ الـ IL التيار اللي طالع من الآلة اللي تسحبه المصابيح أو الأحمال الكهربائية. ايضا نحتاج جهاز اخر عشان نقيس جهد الحمل او الـ VL على اطراف الاحمال او المصابيح اللي عندي. طبعا اقدر اشبكهم هنا مباشرة او من الطرف المقابل لاني مسوي بريدج او جسر بين المجموعتين، انا اشبكها هنا بس عشان ما يكون في مضايقة للاسلاك. طيب هذا الان مضبوط على فولت ميتر دي سي، وهذا مضبوط على أميتر دي سي، حيقيس لنا تيار IL، حيقيس لنا جهد VL. الآن ما في أي لمبات مشبوكة، عشان تشبك أي لمبة تحتاج تسوي البريدج هذه أو الجمبر، كذا حتشبك أو حتشغل لمبة، تبغى تضيف لمبة ثانية وهكذا، تبغى تشيل لمبة تفصل البريدج. طيب الآن حنتوجه لتشغيل التوربينة حق الآلة اللي هي المصدر
البرايم موفر او مصدر الحركه الاولي اللي حيشغل لنا المولد، ونفترض هنا انه محرك 3 فيز. فحنبدا نشغل كالمعتاد لوحه التحكم لهذه الاله. طيب في البدايه لو نرجع للمذكره، طالب مننا نبدا او نشغل التجربه عند سرعه 1500، ثم حنقيس التيار اي ال والجهد في ال. فحنرفع السرعه بالتوربينه الى 1500 ار بي ام. الان المولد هنا شغال از دي سي جنريتور او مولد توازي. لاحظ هنا عندي الحمل فقط لمبة واحدة، ولهذا السبب الجهد على الأحمال واصلة 127 فولت، الأمبير أو الأميتر قارئ 0.12 أمبير، هذا لأنه لمبة واحدة. الآن تخيل لو إحنا نبغى نضاعف الحمل أو نزود حمل آخر، راح نشبك لمبة أخرى، هنلاحظ أن التيار إيش حيصير فيه والجهد إيش حيصير فيه. الآن التيار زاد والجهد حصل له إيش؟ هبوط أو انخفاض. لو كررنا العملية هذه بزيادة حمل لمبة أخرى، الأميتر قرأ زيادة في الآي إل، الجهد حصل فيه هبوط. طبعا نقدر نكرر هذا الكلام إلى حد أقصى ما نتجاوز 1.8. ليش؟ لأن الريتد كرنت أو أقصى تيار تسحب من هذه الآلة هو 1.8، فإحنا لازلنا بعيد عن هذا الرقم. نقدر نضيف حمل إضافي، الآن حوالي يقرأ نص أمبير. لو أضفنا لمبة إضافية 0.6 أمبير، وهذه آخر لمبة تقريبا إيش 0.75 أمبير. لكن لو تلاحظ هنا الجهد إيش يحصل له، كل ما نزيد جزء من الأحمال نضع زيادة من الأحمال يحصل عندي هبوط في الجهد، وهذا شرحناه في البداية. فخليني فقط أطفي التجربة، ثم أبغاك تشوف معي على اللوحة. طلع السبورة من هنا. الجزء هذا واضح لا؟ طيب هذا اللي سويناه قبل شوية، هذه العلاقة ما بين تيار المجال وجهد المجال بي ال. اللي صار عندنا هو رسم، انه لو رسمنا حيطلع معنا الرسم اي دي، العلاقة حتكون علاقة عكسية، لانه كل ما كان يزيد الاحمال التيار اي ال قاعد يزيد، الجهد ايش يحصل له؟ ينخفض. السؤال اللي يجب يسأل هنا، ايش سبب انخفاض الجهد؟ في الوضع المثالي المفروض نحصل على التيار والجهد طالما انه دي سي، المفروض انهم دائما ثابتين. اذا زودنا التيار، التيار الحمل المفروض جهد الحمل ايضا يزيد او يكون على الاقل ثابت. فتلاحظ انه الاي بي هذا الكيرف الازرق هذا الوضع النظري او الطبيعي الغير عملي. عمليا عندنا مشاكل تسبب هبوط في الجهد اثناء زياده الاحمال، او حتى عند عدم وجود احمال يعني عاليه. السبب الاول هو الارميتشر رياكشن او رد فعل المنتج، هذا السبب الاول، وهذا لا يمكن التخلص منه، لكن قلنا يمكن التقليل منه باستخدام مواد جيده لقلب المنتج. السبب الاخر اللي يخلي الجهد يزيد انه مع زياده التيار تيار المنتج ايضا يزيد، فالمقاومه في الارميتشر لارميتشر كبر لوس اللي هي المفاقيد في النحاس حق المنتج ايضا راح تزيد، فيتعاون الاثنين هذا فيعمل الشفت او ضغط على المنحنى لين يصير بالشكل اللي انت شايفه هنا في اللغه اي دي. فانا متوقع منكم بعد التجربه انه يطلع معاك الشكل اي دي، ما راح نحصل على اي بي، ممكن نحصل شيء شبيه من اي سي او اي دي، لكن دائما حيكون في انحراف في المنحنى.
هذه هي فكرة تجربة اليوم، وإن شاء الله نحاول نشوفها في نشوف تجربة ثانية قريباً.